السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بص حضرتك، بالنسبة ان انا باجي اصلي بيسيبني السهو على طول، قصدي النسيان يعني، في وسوسة عندي في الصلاة، فلازم انا اختم الصلاة بتاعتي بسجدتين سهو، بعد ما اسلم بختم الصلاة بسهو، هل ده يجوز ولا لازم ان انا لا لا لا، اسجد تحري، السهو؟ لا لا لا، تزيدي في الصلاة ما نعم، ليس منها، لا تجعليها عادة، لا تجعليها عادة، ما هو بصراحة يا شيخ أنا بحاول إن أنا أركز لكن لا أنا مش عارفة والله. اجتهدي، ولا تجعلي ولا تزيدي في الصلاة إلا عند النسيان المؤكد. إذا شككت فابني على ما غلب على ظنك. بارك الله فيك.